اكل ولا امشي؟ لا ما تمشيش يا حسن. ماما اكل ولا امشي؟ انا ولا ما امشي بقى. شوف يا اخ معتصم. ايوه يا سياده اللواء، قصدي يا سيدنا الشيخ. الفرق بين الحلم والرؤيه، الرؤى من الله سبحانه وتعالى يختص بها الانبياء وعباد الصالحين، اما الحلم فهو من فعل الشيطان الرجيم. افهم من كده ان الرؤيه ممكن تتحقق؟ طبعا، فهي من الله سبحانه وتعالى. طب والحلم؟ لا يتحقق فانه من فعل الشيطان الرجيم. شكرا يا مولانا. الشكر لله. شفت؟ اظن اللي عمله حسن بهلول في مكتبي لا يمكن يكون وثيق الصله بالله، ولا يمكن يكون الحلم بتاعه رؤيه مباركه. هو عمل ايه بالظبط؟ ارتكب فعل شيطان يا مولانا. هنكسب يعني هنكسب، خلي قلبك جامد. ما تخافش ازاي واحنا ورانا مخبر. مخبر؟ فين؟ اتحرك على طول. يا مخبر ازرق ده تعب يا عيني. صداع. انا عايز اعرف بقى زومها ايه قله الادب دي؟ طب ده راجل زملكاوي، ايه اللي معاده من درجات الاهلاويه؟ وريد قاعد في حاله، عامل ايه الادب وعلى النادي الاهلي كمان؟ ليه يا كابتن كده يا كابتن؟ ليه التعصب ده؟ بتخلي قلبك قابض زي الفانيله بتاعتك ولا ايه يا كابتن؟ قوم الهنا. بتقول ايه يا علي؟ المصنع اتحرق واللي كان يبقى كان لزومه ايه اللي احنا عملناه ده؟ معلش المره دي خابت، المره جايه الصيد. ولسه في مره ثانيه؟ مش ورانا حاجه؟ يلا بينا. لا تعين الراجل. ايه الصدف السعيدة دي؟ هو انتوا تركبوا الترماي زينا برضو؟ تذاكر يا أستاذ بوليس. تذاكر يا محترم. بقالك ساعة ونص بتلف في الترمايات، يا ترى ليه يا حسن؟ أهو بتسلى وريش حال فاضي، والفاضي يركب الترماي. هنا متراقب ولا حاجة؟ طبعا طبعا. ليه؟ انتوا مش مسكتوا اللي حرقوا المصنع؟ ايوه مسكناهم. هما حرقوا المصنع ليه؟ الجرايد بتقول ان الحكاية دي ملهاش علاقة بالسياسة. حرقوه عشان يتعطل على الانتاج فترة، يكون واحد مستورد وزع المخزون اللي عنده من البلاستيك المستورد. طب انا ليه علاقة بالموضوع ده؟ المستورد ده طلع قريب ولا حاجة؟ ابدا ولا ليك بأي علاقة. امال سيادتك بتركب الترماي ورايا ليه؟ انا مواطن حر من حقي ان انا اركب الترماي. الدستور يكفل لذلك وكذلك القانون. القانون يعطيني الحريه. اسمع اسمع، انت قبل ما تتكلم على القانون لازم تعرف ان في حاجه اسمها قانون طوارئ، واحنا بنستخدمه في الحالات اللي زي دي. سيادتك عايز مني ايه بالظبط؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبي. اسمع يا حسن، احنا اذا كنا هنصدق في الاحلام في قضايا امن الدوله يبقى مش بعيد ابدا نفتح المندل ونجيب واحده تقرا الفنجان. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. دي قضية أمن دولة يا حسن، يعني قضية كبيرة قوي. أنت ليه مش عايز تقول الحقيقة؟ الحقيقة إنه حلم. الحقيقة إنه حلم؟ حلم؟ سلام كبير قوي لحضر الظابط. سلام كبير قوي لأحلام.
ايه ده يا حسن؟ ميكروفونات سريه يا حسن تخليني اجيب القهوه عليها واطيها؟ عاوز تخرب بيتها يا حسن؟ امن الدوله معتصم بالالفي. انا حسن بهلول. كيف الاحوال يا سعاده الباشا؟ ربنا يخليك. بقول لسعادتك انا حلمت لك حلم صغير كده. هو صغير بس حلو. حلو ومستعجل. لا يا فندم ما ينفعش اجي عند حضرتك، مفيش وقت. يا ريت تتقابل بره. فين يا فندم؟ طب يا سعاده الباشا. طب يا فندم، مع السلامه. قلت حاجه؟ لا يا اخويا ما قلتش حاجه. انت قلت حاجه؟ انا يا طلاب ما قلت حاجه. اتأخرت ليه يا بيه؟ معلش يا حسن. هو انتوا كمان عندكم معلش؟ مش قلت لك ان الحلم مستعجل؟ اطلع بيه. اطلع لفين؟ المقطم. مش هتقول لي ايه الحكايه؟ السكه اعترف كل حاجه. تسعتاشر شارع المرجان، الساعة 3:30 هتحصل هناك مصيبة سودة. ايه هي؟ معرفش، ما كانش باين في الحلم. والمصيبة دي بقى ليها علاقة بأمن الدولة يا حسن؟ هي المصائب ليها علاقة بأمن الدولة وأمن المواني. أي مصيبة مهما كانت بتأثر على الدولة كلها. عندك أي معلومات تانية عن المصيبة دي؟ وما كانش باين في الحلم غير الميعاد والعنوان والإشارة يا منى سلامة الكلب، لأنه من سلالة نادرة. شارع شكله مش بتاع مصايب ابدا. الحمد لله حلمك طلع في شنك. نشفت ريق، الله ينشف ريقك. تعال نشرب حاجه ساقعه. اتنين حاجه ساقعه من فضلك. حاضر يا فندم. عفوا. صل على النبي. هو المسدس ده ميري ولا ملكي؟ انت هتهزر مع الحكومة حضرتك ولا ايه؟ يا سيدي مفيش مانع الحكومة تهزر مع بعضيها. انت تبع ايه؟